قولهم الفلاحه حاجه مليحه وحاجه اللي تطلع بلادنا وتطلع المنتوج الوطني، وبركانا ان شاء الله من الاستيراد هذا ان شاء الله نوليو ناكلوا تاعنا حاجه ناتورال وصحه. فارس واحد من الشباب الطموح، استغل الدعم الفلاحي الذي تقدمه الدولة في ممارسة نشاط طحن مختلف أنواع الحبوب من بلوط وحمص وغيرها ليحصل على منتوج محلي طبيعي. تعتبر شعبة تربية النحل من الشعب التي استفادت من إعانة الدولة، إذ تخصص للفرد ما يقارب 75% كدعم على الصندوق الواحد. في الجبال عندنا كل حاجة، سورتو النوار تاع العسل تاعنا مليح مخلط، كاين الشجر بزاف منوع، كاين باريزومبل كيما نقولوا التين، كاين الزيتون، كاين لانجاز، كاين التفاح، كاين كاليتوس، و بزاف من الحوايج كاين. وكاين ثاني الحشيش، الحشيش عندنا شحال من نوع. من تما كي تجيب الغلة تاعها النحل يكون العسل هذاك مخلط ريش. مع شغل دوكا الناس كاع ولات الفلاحه وكلش، خممنا وشرينا معصره باش نعاونوا شويه ندعموا المنتوج الوطني، ومام طون كاين الناس اللي نخدموهم هنايا ان شاء الله. دوكا بدينا بخمسه ان شاء الله نوليو بعشره و15 هكذاك نكريو شويه نشاط المنطقه تاعنا، ومام طون لي بوست ترافاي للشباب تاعنا. جاتني تيمعونشي عدا مرة تازارت، مي وخدمنا راه مدن، وخدمنا راه توفيض، وكري إن شاء الله مونطيت والله نخسري صور ديني مقران في اللاس، ولكن رب العالمين إن شاء الله تيوفق ربي. نكوني ثورة قلنا النوم كزيك، بالعباد نزيك، من النوم المعاصرين غرف، المعاصرين اللي سفغنا مورج، والصروغة يا الزيت. السلالايث مليح، الور مرانا فكاي معصرة تقديم تغسلنا ويا 20 سنة نكون نزادن ضناطنين، مرانا في يوث الناطي أكا نتايغ، نتايغ يعجبن، نتاوين يغسلني، نتاوين مورج. Yeah.
من أعالي جبال بجاية انتقلنا إلى شرق ولاية جيجل، وبالضبط إلى جبال الجمعة بني حبيبي.